أهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الذي نخصصه للحديث عن ما بعد الكان، كيف تابعت أفراد الجالية المغربية المقيمة بسويسرا نهائيات الكان، كيف كان أداء المنتخب الوطني المغربي خلال هذه النهائيات، كيف يمكن الحديث على أن التأهل للدور الثاني هو إنجاز بالنسبة للكرة المغربية. للحديث عن هذا الموضوع وأسئلة أخرى نستضيف السيد يوسف رشاد، أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بسويسرا وحكم ومعد ذهني بالدوري السويسري. سيد يوسف رشاد، مرحبا بك معنا في هذا اللقاء. مرحبا. سيد يوسف رشاد، باعتبارك أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بسويسرا، كيف تابعتم نهائيات الكان؟ كيف كانت الأجواء هنا بسويسرا وأنتم تتابعون مقابلات المنتخب الوطني المغربي؟ هو يعني صراحة شأن الجالية المغربية المقيمة بسويسرا، شأن جميع الجاليات المقيمة بجميع أنحاء العالم، تابعوا المقابلات ديال المنتخب الوطني باهتمام وبترقب يعني أمل كبير أنه يكون واحد تكون واحد النتيجة مشرفة. باعتبارك أحد متتبعي الشأن الرياضي المغربي، كيف ظهر لك مستوى المنتخب الوطني خلال نهائيات الغابون بالمقارنة مع النسخ السابقة؟ كل صراحة يعني المنتخب الوطني ظهر بواحد الوجه مشرف رغم العراقيل اللي واجهه يعني في قبل الاتجاه ديالو للغابون. وبكل صراحة أنا يعني شخصيا فرحان بزاف بالوجه اللي ظهر به المنتخب الوطني، الحمد لله. في نظرك هل تأهل الدور الثاني هو إنجاز بالنسبة للكرة المغربية، خاصة وأن الشارع المغربي يعني يريد الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، ولما الفوز بالكأس الإفريقي، خاصة وأن المغرب يعني له لقب وحيد منذ سنوات عدة؟ أكيد يعني تأهل الدور الثاني كان يعني إنجاز، بكل صراحة إنجاز لكرة القدم المغربية، لأن يعني هذه 13 سنة ما الفريق الوطني ما تأهلش للدور الربع النهائي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعني المجموعة اللي جا فيها الفريق الوطني المغربي ما كانتش مجموعة سهلة، يعني التأهل بالنسبة لي أنا للدور الثاني إنجاز. هل يمكن اعتبار تأهل الدور الثاني هو إنجاز بالنسبة للكرة المغربية؟ خاصة وأن الكرة المغربية يعني كانت تصول وتجول في القارة السمراء، سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات. يعني بكل صراحة أي إنسان كان وقف في المكان دياله ودار شي خطوة للوراء ولا جوج خطوات للوراء وتقدم خطوة للأمام، راه كيفرح بهذيك الخطوة للأمام اللي تقدم لها. يعني الفريق الوطني المغربي دار خطوات للور في هذه المرحلة الماضية، ودابا حسينا بالمنتخب الوطني دار واحد الخطوة للأمام وهذه كتفرح. يتحدث البعض على أننا كسبنا واستفدنا كثيرا من هذه الكان، خاصة أننا كسبنا منتخبا ولاعبين ومدربا، لماذا يتم الترويج لهذا الكلام كلما كان هناك إخفاق بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي؟ إذا كنا كنتكلموا على فعلا الاستفادة اللي استفدنا من هذا الكان، فعلا استفدنا استفادة واستفادة كبيرة في هذا الكان هذا، يعني بغض النظر على بزاف ديال الحوايج، انا في كل صراحه يعني عندي اربعه ديال الحوايج اللي استفدناهم في هذا الكان ديال الغابون. اولا رجوع الهيبه للفريق الوطني المغربي، رجعت ليه ديك الهيبه ديالو اللي معروفه عليه اللي فقدناها يعني مؤخرا، واي فريق كما كان نوعه كيبغي يلعب مع المغرب في هذه المرحله الاخيره كان يبان ليه بان المنتخب الوطني المغربي ما بقاش المنتخب اللي كيخلع. ودابا الحمد لله والشكر له رجعت ديك المغرب، الا كان لشي فرقه لعبه مع المغرب غادي تضرب له 100,000 حساب، هذا من جهه، هذيك الهيبه اللي رجعت للفريق الوطني المغربي. والمساله الثانيه هي يعني الحاجه اللي كسبناها عاوتاني، هو تعرفنا على طريقه عمل هيرفي رونار اللي بكل صراحه طريقه يعني بروفيسيونيل، كيفاش كيتعامل بها مع كل شيء. والحمد لله كنقول انا الحمد لله اللي ما ديناش معاه كاس افريقيا، لان لو كان فزنا معاه بكاس افريقيا في هذه الدوره هذه غادي يمشي، وغادي يمشي لان فاش كيوصل لواحد، لان هو انسان ذكي
ما غاديش يبقى عاوتاني مع نفس المنتخب اللي هو حقق معاه واحد النقطه عاليه يعاود يبقى معاه باش يطيح معاه شي نقطه اخرى. هو ذكي وانا كنعرف يعني كيفاش كيتعامل. الا ترى بان الاخفاق بدا قبل حتى بدايه الكان خاصه فيما يتعلق باختيارات المدرب السيد هيرفي رونار خاصه فيما يتعلق باللاعب زياش؟ هو بكل صراحه يعني الاختيار ديال المدرب كان ناجح فيهم وبتبين لينا راه هو تاهل للدور الثاني والطريقه باش لعب يعني الرغم هذوك الاعطاب اللي كانت في جول راه كان شحال كيتكلم على امراض بوفال طانان نسينا الكوتاري راه هو حتى واحد العنصر مهم والاختيارات ديال الناخب الوطني كانت في محلها وعمل اللي قاموا به قاموا بواحد العمل يعني كبير اللي انا بكل صراحه فرحان. ماذا ينقص المنتخب الوطني المغربي للذهاب بعيدا في نهائيات الكان خاصه وان المنتخب يعني ترصد له موارد ماليه مهمه جدا؟ وبكل صراحه يعني كنسمع وكنقرا يعني فعلا يعني بالنسبه لصرف الاموال على 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 على, على الرياضه فهذه صرف الاموال على الرياضه راه حاجه عاديه ولكن ماشي بالاموال يمكن لك تشري شي كاس اذا ما وجدتي ليه يعني صرف الاموال ونعاونوا الناس اللي خدامين باش نوصلوا مجموعين الهدف ديالنا اللي هو ما كيتشراش بالفلوس. الهدف ما كيتشراش بالفلوس، الهدف كيتبنى. ونساو هذه المساله هذه ديال صرف الاموال. فاي اتحاد كره رياضي في العالم كيصرف الاموال وفي اخر المطاف واحد اللي كيدي الميداليه الذهبيه. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية هذه الحلقة، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للسيد يوسف رشاد، دمتم في رعاية الله.